السلام عليكم الحباب ديالنا، صباحكم بار مسعود، يدخل عليكم بالخير والتيسير. صباح الخير يا جميلة، صباحكم بار مسعود. السلام عليكم الحباب ديالنا، كدرتي مع الصحيحة؟ لاباس عليكم، صباحكم بار مسعود، دخل بالصحيحة والسلامة على الجامع، علينا وعليكم وعلى الجامع، الله يحفظكم. الحباب ديالنا، هذا الصباح هذا نضنا شوية بكري من أجل واحد العادة وتناها عن الأجداد ديالنا، بعد أن عن الوالد ديالي الله يرحمه، كان قبل ما يجي عيد الكبير، اللي دابا أنا أول واحد غادي نقول لكم عندكم بارك مسعود، قبل ما تسمعوا حتى من عند شي واحد، نكون أنا اللي سبقتهم، ياك هذا اللي جاي. يا بارك لهم العيد. يا عيدكم مبارك سعيد، يدخل بصحيحة وسلامة. باش ما تمنيتي الحباب ديالنا العادة شنو هي؟ هي أن الوالد الله يرحمه كنا قبل ما يجي عيد الكبير بواحد الشهر ولا شهر وشي شوية تنمشيو معاه، تيقول لك أنا ما تنبغيش الزحف، تيبغي يمشي لشي بليصات شي فيرمات شي مزرعات اللي عندهم الكباش شوية مزيونين ومقيل لا في الماكلة ديالهم لا في كل شيء، تياخذ داك الحولين عندهم ويخلصوا لهم وتيقول لهم ها هو انا عندكم حتى العيد ان شاء الله ونزل. فعلا هذيك المساله هي اللي مشينا بالطبع ديال الوالد مشينا عليها حتى حنا، ولهذا هذا الصباح هذا ان شاء الله درنا مع وليدي بدر وليدي اشرف وبنتي فائزه، غادي نمشيو ان شاء الله وليدي سفيان طبيعه الحال، ساره مسكينه اللي متقله ما قدرتش تجي، وان شاء الله احنا رحم الله يفكها على خير. تنمشيو دابا مجموعين تنتفطروا جميع دابا كما تشوفونا احنا سبقناهم دابا لهاد القهوه، تنساهم يجيو باش نفطروا جميع، اللي تنفطروا تنمشيو ان شاء الله نبغوا دويات، وهانتوما معنا بحال تمشيو معنا، وتنتوما غادي تعزلوا معنا الكنيس ان شاء الله، والله يحفظكم. يلا خليكم كما حضركم دابا عاد كملت عندي الفرحه اللي نجمع وليداتي وليداتي وليداتي، الله يحفظكم الله يجزيكم. وهذه ساعه مبروكه دابا عندكم العاده تدخل لكم المقدمه، ودابا تبارك الله وصلاه على النبي وليدي بدر عايب علينا نفطر قبل ما نمشيو، الله يخلف عليه والله يعطيكم الصحه والسلامه، وتبارك الله عليكم ودعوا معنا نلقاو شي حاجه ان شاء الله. تكون معتبر في المستوى. يلا تبارك الله. ادعوا معايا في حاجه واحده الله يرحم والدينا باش تفهموها، يا ربي خويا بدر تكون في الكره، عرفت والله إذا غير قص عليا بزاف ديال المسائل. يا ربي يا ربي يا ربي يكون وليداتي كلهم يعطيني الله باش يكونوا ديما مجموعين قدام. يا ربي امين. الله يحفظكم معنا. احنا وصلنا عند اشرف هاو 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 غادي معنا الله يوصلنا على خير. امين امين. الله يحفظكم الله يحفظكم. احنا وصلنا بالسلامه والعافيه، هذه السلامة والعافية. ايوا بسلامتكم علينا، حنا منها مساريه منها تيرسموا ديك الحواله ديالهم، ديما كيجيو لهاد البلايصه منين كياخذ وليداتي كلهم تبارك الله، حنا اتانا معاهم ايوا اللي قسم الله وكتاب فرزق غنديو داكشي اللي كاين. تبارك الله عليكم وايه الكرسي الله يحفظكم. ها هما لاله جميله، لاله جميله سيدي.
احنا جينا عند سي خليل الله يكرمه عندي تشوف هو ذاك تبارك الله الله يحفظه وين جه صاب كي عرفنا من لي فان ديالنا من لي فان ديالنا تبارك الله وها هو دابا جاب لنا تبارك الله واحد جوج حواله تبارك الله ومرحبا بلي جا وجاب هانتوما ها بقات ديالتين عم سيدي معتبر ها الخير تبارك الله تبارك الله صلاة عندي هذا بالكشكوشة ديالو ياك الله عليك هاي ترى يا شيخ قبل شي نشوف بلا ما نقولوا نشوفوا واش جبنا بعدا شي حاجه شوف هادي ديالنا ما نخافش عليك في التقلب ياك بعدا والله الله يهدي عليك ياك سفيان ما تخافش شوفوا شنو كاين هنا فايزة فايزة ياك كنت عايشة بنتي فاشا واحد زعما تعذبنا ومشينا شحال من معاك هذا هو العجيب ديال هادشي هنا نشاط بنتي داكشي اللي كاين شنو كاين هنايا حتى هنايا كاين شي بيشات يا لالا جميلة أسيب. واحدة تنتشغل بك مع ما سيدي ايوا مشينا مشينا للغيمة مشينا للبروج دابا حنايا هنا في قيسر ايوا شوف المهم هادشي كله هاد النهار ينزعب حتى تندورو وتنتشغل وتنشوفو بعوينة وطلب الله ولا ربي يسهل شي حاجة يسخر يا ربي يسخر لوليدي وتسخر للجامع الله اودي الله شعلة شعلة كليسة هنايا شجيرات ديال الزيتون والله العظيم احنا دخلنا هادا جميلة جينا عندهم هانتي ها الخير تبارك الله بغيتها ولكن المشكل هو انه دابا بحال لا جينا شوية معطلين هاد السيد كنا جينا عنده العام اللي فات ولكن دابا جينا صاب ديك المليح اللي تبغي وداك الشيء ان شاء الله ولكن مازال رزقنا بلاصه لا كيدير اللي في رزقه لا اله الا الله الله يحفظك وين جيك لا كيدير اللي في رزقه اييه لاله جميله اسيدي ودابا حنا في روتور في الرجع ياك اييه دابا حنايا الحمد لله وصلنا لبرشيد دخلنا لبرشيد كنا نمشيو بحالتنا البوسكوره وسبحان الله العظيم واحد السيد اتصلنا بالتليفون قلنا هو سيرو عند هذا السيد ما عرفتش شنو السميه ديالو سيرو عنده عنده المليح وحنا جينا على سيدي ربي حنا وقفنا انا وديدي بدر واشرف ندخلوا نشوفوا شنو عنده صافي الله وعرفتي انت بلا ما تعذب سيرتي كون ارتاح مع راساتك وانا غادي ندخل نشوف اش كاين اذا بانت لي شي حاجه اللي تحمر الوجه نعيط لك ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام الله يحفظكم الحباب ديالي غادي تسمحوا لنا العمليه ما داش بنجاح دخل سفيان ووليدي بدر واشرف ساعه لقاو داكشي عنده خريفات مزيونين ولكن ديال الشوايه صغيرين ماشي ديال العيد ماشي صغيرين داك عسير ولينا بابا اشنا وليدي صغيرين صغيرين ايوا الله تبارك الله على السي رشيد الخليفي هو اللي جابني عند هذا السيد هذا الله يعمرها دار ايوا ماشي مسكين قال لك سي الله صافي يلا تبارك الله عليكم بابي هذا بابي راه راسها سيمانه تفكرت سفيان كي جاتك هاد لاغاصه هادي تبارك الله غزاله ياك فايزه مزيونه هادي دابا الطبيه هادي الطبيه ديال اللحم فهمتي تبارك الله كاين احنا احنا دابا مديونه جينا علاش شنط شيط ياك تبارك الله الله يخليك على بابا الله يخليك على بابا عندنا تنتسناو يجيب لنا شنط شيط ان
شاء الله. هانتوما الاخوه ديالنا ها البراري ديال الجاي بخير وعلى خير. السيد اللي خلاص جينا سفيان سفيان رجولة ست سنة وليدي ست سنة ياك يلا وليدي ان شاء الله احنا دابا يلا عتخونا المعلم ماما مسكينة بابا عيات والله احسن عبد هو كنا فات اليوم والله فين كاس شوي هنشوفه فينك رجولة تبارك الله عليك يلا اعتقنا تبارك الله عليك نجيب اللي نشوف جيب ايوب خلي البولية نشوفه الليل هاي اللي قلت زوين المخير فيه رامولف هذا دابا ثني هذاك ياك على كل حال كما قلت لكم حنا انا ولا زميله خرجنا هذا الصبح هذا مشينا ضينا دويره هنايا في النواحي ديال البوسكوره والبلسيد على اساس ان نفاجئ وليداتنا نخليها لهم مفاجاه خليناهم نعسين نخرج انا وياه نفاجئهم نشريو شي حويجه للعيد ان شاء الله ولكن كما تيقولوا ما لقينا شي حاجه على طرمالين الكتابه قال لك باقي واحد العشر ايام ان شاء الله عاد دخلنا شي حاجه عاد غادي يبداو يبيعوا وعاد غادي يبداو ان شاء الله المهم حنا بعدا شفنا الناس خدينا التليفونات ديالهم ان شاء الله والحمد لله نعاود ثاني نخرجوا انا ولا جميله ونضيبوها بالتشميسه شحال التشميسه تشمسنا الجو غزال الحمد لله ياك الله يحفظكم الله يحفظكم بحفظ الله دعيو معنا ربي يسخر اي سخر الله يسخر لنا وليكم ولجميع المسلمين الحمد لله كما دايرين الاعياد تدوز واحد مور واحد ديال العمر اللي تيجي معلوم عشاتك يا عيد كيقولوها ولكن الانسان نصيب الحمد لله معلوم عليه الحمد معلوم لله والله يحفظكم والله ينجيكم وهذا الختام ديال هذا الفيديو ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله معكم فرصه وحده اخرى والله يحفظكم السلام عليكم إلى الملتقى إن شاء الله ملي نشريو